يلا يا عم انا عايز سوبر هيرو مصري يا عم. بنت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير قوي قوي اوفر اتشقلب حالي الدنيا بميرو في يوم وليلة بقت سوبر قفلت المنطقة دي خلاص وشكرا جدا دي بأوفر دي خارقة مش مدركة اصلي ومش متفبركة وديها زي المطرقة لو افتريت بتكون اوفر انت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير اوي اوي اوفر هالك مش نافش ريش شافها ثور قام خدله في زمانه ساحه براديشو كابتن امريكا لقى عركه ثانك يو جدا عيشه سوبر مان غار منها طلب يشيله في الموافيشو دي خارقه مش مدركه دي اصلي ومش متفبركه مطرقة لو افتريت بتكون اوفر انت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير اوي اوي اوفر دي خارقة مش مدركة اصلي ومش متفبركة دي خارقة مش مدركة اصلي ومش متفبركة زي المطرقة لو افتريت بتكون اوفر انت عادية بنضارة وقميص وساعة وبلوفر جنب الحيط كده غلبانة بشكل كبير اوي اوي اوفر في الحلقات السابقة وهل انت فخر العرب؟ ايوه انا فخر العرب في ايه؟ تاكلي شوكولاتة كيور؟ كيور؟ يا ربي هو انت بقى بتقول كور وفوت والسور وكده احنا مش رايحين احنا رايحين عند بابي ومش راجعه البيت ده خالص هتروح عند بابي اه طب والله العظيم اقتلك بابي بليز دونت ليف مي دونت ليف مي اي ام سو افريد فروم داركنس نو وبعدين من فضلك انا ما بحبش حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه ما بحبش الراجل المتحكم لا 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 انا منفتح جدا ده العيال دول مجرمين ومسلحين عشان هم مسلحين مش هنروح لوحدنا استنى يا ياض يا دوناتيلو انت والساموراي من هذه بقول لك ايه حضرتك احنا نخلص الليله دي بالتراضي ها عشان انا مش عايزه اتجنن عليكم مش عايزين دم مش عايزين الناس تتلم اصل انا عامله النهارده لسولي حفله عشان نجح وجاب جريدز حلوه انت ايه اللي جابك هنا جنى عيب كده وبعدين ما تنسيش اخلاق الانفصال الانفصال انفصال ايه يا حاج اللي انت بتقوله انت جاي تخرب الدنيا ولا جاي تعدي النفوس جنى انا بقيت اعمل حاجات غريبه ما كنتش بعملها قبل كده وكمان قطعت علاقتي بالعصابه اللي انت بتكرهيها بس يا حمار بس يا زفت انت وهو بس يا حلوف انت وهو دي هتشتي كلاب وسكاكين فوق دماغ اهلك بره احنا لو قفشنا سوبر ميرو ثلاث ارباع مشاكل هتتحل ايه ده سوبر ميرو اهي يا سلام حكوا لنا من الكلام ده قالك وربك ايه يا سوبر ميرو لا شغل شوف العصفوره شوف الغندوره ما ياكلش معايا لا انا صايع قوي هتهرب يا فاجر دري سوبر ميرو وقعت يا غالية ده انا حفش فيكي غل الليالي كلها امسك ده دي حركة بالله عليك فاكر اديها لكمة لا طب اديها ضربة بقعر الطبنجة لا طب اكلها فولة لا افش انا الاول تفش انت بعدية هو انا ماليش نصيب في الفش انا عايز افش انا كمان شيل الماسك ايه ده سوبر ميرو طلع الدكر ازرق فعلا يا مجلي
طلع الذكر ازرق. على مال انا؟ لا انا بتدرب بس، واعمل لي فيها واحده الست ولابس لي بطله خارقه وبتعمل فيديوهات على النت، ودي الصفحه الرسميه بتاعتي انا سوبر ميرو، احنا الاصل والباقي تقليد، ده انا هفش فيك القديم والجديد. انت بتعمل ايه هنا تاني يا حيوان؟ الحيوان ده يا جنى قفش سوبر ميرو. باركيلي يا جنى، مشاكلنا كلها اتحلت. ده شهاب على فكره اللي كان عامل دونالد داك في عيد ميلاد سولي السنه اللي فاتت. يا نهار ابيض، انت مش قلت لي خالك هو اللي كان عامل دونالد داك عشان بيحب لبس دونالد داك؟ ايوه ده شهاب هو. انت ايه اللي ملبسها كده؟ انا اللي قلت له عشان يعني سولي كان عايز يشوف سوبر ميرو فقلت البسه زيها عشان يتبسط. طب ما اتكلمتش ليه يا ابني؟ دافع عن نفسك. وانت مديني فرصه يا استاذ هيثم، انت نازل فيها ضرب من الصبح. طب خلاص خلاص حصل خير، يلا بقى اغسل وشك كده وظبط نفسك عشان ندخل البارتي. يلا مارتي مارتي يلا روح، حسب الله ونعم الوكيل فيك. يا شهاب يا شهاب بليز يا شهاب يا شيخ، حرام عليك بقى، انت بتضيع كل حاجه حلوه في حياتنا، انا بكرهك بجد. جنى جنى افهميني، جنى افهميني يا جنى. جنى يا اخي مش كده، وبعدين ما تنساش اخلاق الانفصال يا راجل. اقعد بقى، الانفصال بلا زفت، انت اساسا مش عايز تصلح، والله خساره فيكوا البطيخه. يلا رجاله يلا بطيخه وزفت على ورا يا رجاله. كان زماني دلوقتي قافش سوبر ميرو، لكن اعمل ايه؟ معايا عوايل والله العظيم ثلاثه، ده حاجه عجيبه. يلا يا حبيبي اركب انت وهو، اركب انا بس لو الاقي طرف خيط، طرف خيط بس يوصلني لسوبر ميرو. ازيك يا جنى؟ اهلا. ازيك يا اميره عامله ايه؟ مالك انت اتضايقتي ان انا جيت ولا ايه؟ لا ما فيش يعني، بس اصل انا لسه متخانقه مع هيثم وبجد كده انف. هو بجد انف، هيثم ده مستفز اساسا. مهم سيبك انت من هيثم، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني جدا، بس انا بتضايق قوي لما بشوفك زعلانه، لان هيثم ده مش مقدر النعمه اللي هو فيها بجد. يعني يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، يعني كفايه شعرك البلوند وفتله شعرك وشكتك والحسنه اللي هنا والله، والحلق بتاعك يعني بسم الله ما شاء الله قمر، والدرس يعني بصراحه الدرس عليكي حلو قوي يعني. ميرسي. بصي انت عارفه مفيش فرق بيننا خالص، انت لو عايزه الدرس انا ممكن اديهولك عادي على فكره. تديهولي ايه يا بنتي؟ ده ما يخشش في دراعي، ده انت مقاسك قد كده. بصي اصل في حد عزيز عليا بصراحه في الشغل يعني ومش عاجبه لبسي وبيتريق عليه وكده، فعايزه اتشيك. اكيد يا استاذ عندي خطيبك مبدئيا اسمه ليمون، بس مش هو ده اللي انا بتكلم عليه، لا انا بتكلم على البوس، البوس بتاعي في الشغل يعني مديري. بس كده؟ بصي بقى انا هاخدك يوم شوبينج، ننزل انا وانتي طول اليوم ننقي كل اللي انت عايزاه، ايه رايك؟ ماشي، بس يا ريت بس نظبط البادجت، يعني انا معايا 2000 جنيه، ال 2000 جنيه دول ممكن يجيبوا سنيكر ابيض من اللي هو اللي بيبقى كبير قوي ده اللي زي البالانسيجا، وممكن نجيب مثلا كم جاكيت كده على كم دريس حلو زي ده. بس هو 2000 ده يعني صح صح معاكي حق، هو كتير شويه. خلاص 450 جنيه ونبقى زي الفل. البان عندكم هنا فظيع. بس الديكور حلو ها؟ لذيذ. مامي مامي ايه سولي؟ ايه حبيبي؟ ازيك يا سولي؟ كونجراتوليشن. شكرا. مامي مامي فين سوبر ميرو؟ معلش يا سولي، اصل هي النهارده قالت انها مشغوله ومش هتعرف تيجي. بس انت وعدتيني ان انت هتجيبيها النهارده. طب اقول لك على حاجه، اي بروميس يو، في جريد 2 ان شاء الله هجيب لك سوبر ميرو عيد ميلادك، ايه رايك؟ اوكي يا ماما. ثانية واحدة، هي ازاي سوبر ميرو هتيجي؟ يعني اجيد واحدة نصابة؟ لا لا مش سوبر ميرو بجد، يعني هو احنا كلاون وجايبين له كوستيوم بتاع سوبر ميرو بالظبط، وبعدين سولي بيموت فيها بجد، بيحبها حب هيموت ويقابلها. طب اقول لك على مفاجأة، سوبر ميرو حبيبتي واقدر اجيبها لك. ما تهزريش يا أميرة بجد؟ ايوه بجد. بس هي سوبر ميرو هتعرف واحدة زيك ليه؟ بتحترمي نفسك في ايه؟ مش معنى ان انا قلت لك ان شعرك اصفر حلو والفستان بتاعك مقمض عليكي شيك تهزقيني؟ هو انا مش قصدي كده، بس قصدي يعني هي خارقه وانت عاديه، تبقوا اصحاب ازاي؟ على فكره عادي يعني، انا بابي بتاعي يعرف سبايدر مان من زمان. ايه؟ ما تاخديش في بالك. بصي هقوم اعمل تليفون كده واجي تاني. اتفضلي يا حبيبتي. يا حبيبي معلش يا اخويا، ده انت مخرشم خالص. خلاص طيب، ده انت مدشدش يا ابني. خلاص يا ده انت مش هتنفع، انا هرميك للقطه. خلاص يا ماما، انت بتخففي الحمل ولا بتزوديه يا حبيبتي؟ اوعي تجيبي الورا. اي خالص، اوعي تتراجعي اطلاقا، اوعي تنخي يا ماما. نيفر. تعالي يا هوش تعالي، سيبي الباب مفتوح على اخره عشان الضيوف اللي طالعين. يا ترى جايب لنا مين يضربونا المره دي، بويكا ولا جاكي شان؟ استنى انت يا بلبل، بقول لك ايه، انا ساعات بحس ان ليك معزه في قلبي، بعتبرك زي ابني. ايه 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 بعتبرك زي ابني دي؟ لا بص ايدك احكي لي الحكايه كامله،
انتوا لقيتوني فين بالظبط؟ انا من زمان شاكك ان انا مش من العيله دي. ايوه هوش، كل يوم اصحى ابص في المرايه اقول لا انا مش شبههم، انا لو تركزي هتلاقي ملامحي مكسيكيه وجسمي برازيلي. ايوه يا هدهد، انت مش اخويا، انت اخو رونالدينهو. ارتحت؟ ممكن بقى ترجع من مكان ما جيت؟ وات ذا هيل، انتوا بتطردوني من البيت؟ ايوه. هي الفلوس اللي اديتها لك بردت ولا ايه؟ لا يا حبيبي اتصرفوا خلاص. مش معقول يا اخويا هنستنى لما اهلها يجوا تاني ويقطعونا طرنشات المره دي. شش. خلاص يا ست هان، كلامك واضح زي عين الشمس. يلا يا حبيبتي هنروح فين يا هدهد؟ ارض الله واسعه بنت اليابانيين، اي حته، ناخد دوبليكس في الشيخ زايد ولا فيلا في اي كومباوند. يلا يلا استنى عندك ابو دنيا. ابو دنيا؟ هنرجع الحاجات اللي كنت جايبها لك يا امي، قصدي اللي كنت فاكرك امي، لبيتنا الجديد. الظاهر ان انا غلطت في العنوان يا ابو دنيا. في 60 داهيه. لا في 60 داهيه ده ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبي، قولي يا ابني يا حبيبي يا دنايا يا روح قلبي من جوه، انت كنت جايب ايه لامك حبيبتك؟ ملوش لزوم خلاص اقول لك اني كنت جايب ديب فريزر. ايه؟ من اللي هو 9 ادراج ولا يفرق معانا خالص الكلام ده كله. والتلاجه على فكره ما اشتكتش خالص. تلاجه ايه يا واد اللي ما اشتكتش يا ولا؟ ده بيقول لك 9 ادراج، يعني حد كده شلته في بطني 9 شهور زي ما شلتك في بطني 9 شهور. بتعايريني في فتره حملك يا ماما؟ ايوه والله العظيم لو كنت اعرف انك هتعملي كده كنت قضيت الفتره دي في اي شقه ايجار. يا اخويا تنيل قول لي يا حبيبي، هو بيعمل تلج وبيعمل شاي كمان يا ماما؟ الديب فريزر ده متطور وامان جدا. شفتي سخريه القدر يا هوشي؟ الديب امان اكتر من البشر. انا متشكر قوي على الفتره اللي قضيتها معاكم، مع السلامه. لا استنى يا حبيبي استنى، انت ما تمشيش، ده احنا اللي هنمشي. درجاتي كان وحشك الديب فريزر قوي. هتوحشني يا بلبل، هيوحشني صوتك العالي والمناقره معاك، بس انا عمري ما هنساك. كل يوم هبص على الايباد الجديد اللي كنت جايبه لك وهفتكرك. انا ماشي. استنى يابا. ايوه بسرعه. انت فعلا جايب لي ايباد يا اخويا؟ وان تيرا. يلا هيبقى ذكرى ما بيننا. انا همشي. استنى يا ابني. طب ولونه ايه؟ لوني المفضل بتاعك كمان. بس يلا شكله هيبقى اللون المفضل بتاعي انا. انا همشي. استنى يا ابني. هدهد، الواحد لما بيتخبط خبطه غصب عنه بيقول اخ اخ يا هدهد. ايوه قصدك ايه؟ حد فاهم حاجة؟ ايه يعني ايه علاقة الجملة بالموضوع ده؟ مش باينة ولا ايه؟ انا قصدي يعني ان اول حاجة بتيجي في بال الواحد ان هو بيقول اخ واخويا وكده. انت قصدك بيقول اخ؟ يا خيارك الواسع، اخ يعني بين ده اخوه؟ يعني اللي بيقول اي قصده يقول ايوه؟ انا همشي. استنى يا هدهد يا حبيبي، انا احنا قلنا الكلام ده كله علشان انا كنت متعصب بسبب العلقة. يعني انتوا قصدكم ان انا مش هتطرد من البيت؟ يتقطع لساننا يا حبيبي. سوبر هيرو. ايه ده؟ سوبر هيرو انت جيتي بجد؟ انا مش مصدقه ان انت واقفه قدامي. هو انت حقيقيه؟ ميرسي قوي انك جيتي بجد، مش عارفه اقول لك ايه. العفو يا حبيبتي، مش لازم تشكريني. اه طه، معلش، هو ايه اللي شغال ده لا مؤاخذه؟ هو ده يعني ناس كده
يا ابن الصيعة يا مروان، ده انت مش عاتق. هو ماله مروان؟ اتفضلي يا ستي، الخبر مغرق الفيسبوك من الصبح. ايه ده؟ انا ما خدتش بالي خالص ان في حد بيصور. سوبر ميرو تعيش قصة حب، يسمع بقك ربنا. احلى نستفيف التونية كلها للقطات مروان اللي مطرفنا. شكرا فوزي. انت بقى تطلب توبر ميرو امتى؟ عايزين نفرح ونبل الصيبات. سوبر ميرو مين دي اللي يخطبها يا متخلف؟ دي اشاعة. اتفضل يلا روح هات لي هوت شوكليت. مفيش تتاو. خلاص يا فوزي، غور من وشي، مش عايزة حاجة خالص. بالتتاو ولا من غير تتاو؟ عجبك كده يا استاذ مروان؟ انا بس نفسي افهم ايه اللي يخليك تخرج مع الزفته اللي اسمها سوبر ميرو دي قدام الناس في الكافيهات؟ يا كنزي اهدي خالص، انت بنفسك لسه قايله ان الموضوع اشاعه. ايوه مروان، بس انت ما شفتش هيك بصلك ازاي في الصوره. بصلي ايه بس؟ انت شايفه حجم الماسك اللي هي لابساه؟ وبعدين انا مش عاوزك تقلقي منها، دي بنت طيبه كده وعلانياتها وغلبانه وقلبها نضيف وبتحب الناس. يا سلام، قاعد تتغزل فيها وفي ادبها وقلبها واخلاقها قدامي. بقولك يا مروان، من هنا ورايح مفيش مقابلات مع سوبر ميرو دي تاني. كنزي انا ما اسمحلكيش، علاقتي بسوبر ميرو شغله بس. قطات حطت عيدك يا قطات مروان وعينه كانت بتقي ترار. انت لحقتي تشتكي له؟ تمام. ايه كنزوزي حبيبتي؟ مين مزعلك يا قلبي؟ عيب اخص عليك، ده ما كانش عشمي فيك ابدا. ايه الصوره اللي انت متصورها مع سوبر ميرو دي يا استاذ؟ يا فندم والله كنزي فاهم غلط، انا كنت بس كنت ايه؟ عيب لما صحفي كبير زيك يلتقط صوره بالكواليتي الهابط ده. احنا بنقابل سوبر ميرو كل يوم يا ابني. يا فندم هو مش انا اللي واخد الصوره دي، صوره عشوائيه كده متاخده من الفانز بتوع سوبر ميرو. بس هتقلب الدنيا لما الصحافة العالمية تنشر الخبر وتقول إن حبيب سوبر ميرو صحفي متميز في جريدة الخبر الأكيد. يعني يا فندم حضرتك مبسوط مني؟ طبعا يا ابني، واضح إنه سوبر ميرو معجبة بيك، علشان كده وافقت تعمل معاك حوار للجريدة. يعني يا فندم تفتكر سوبر ميرو ممكن تبص لواحد زيي؟ وليه لأ؟ أنت شاب جميل يا مروان، أي حد يتمناك. انت بتفكرني بشباب يا ابني، اما كنت في سنك كنت اطول منك، عينين خضراء وشعر اصفر، انما المشاكل والمسؤوليات بتهبط البني ادم شويه. واضح ان سعادتك شلت حمولات كتيره شويه. تقصد ايه يا ولد؟ ولا حاجه. طب وكنزي يا مستر حشاد؟ كنزي دي بنت عبيطه، هي مش بنتي، انما عبيطه زي مامتها بالظبط. انا ياما حصل لي مشاكل مع مراتي بسبب الشغل بتاعي، كنت احيانا اضطر عشان اعمل سبق صحفي ادخل اماكن مشبوهه لحد ما اتقفشت. وبذكاء حضرتك الخارق ده ومخك العبقري اتقفشت ازاي؟ لاني عاده وانا نايم بتكلم بصوت عالي، اتكشفت فضحت نفسي. عشان كده خدها نصيحه من اخوك الصغير، اوعى تنام جنب مراتك في سرير واحد، اوعى. ما تزعليش نفسك يا كنزوزي حبيبتي، هو كل الرجاله كده. بس اللي انا مستغربه له يعني ازاي يسيب الامرايا كيوت الجميله اللي قاعده قدامي دي ويبص للكاتيانه اللي اسمها سوبر ميرو. بس يا اميره هو بيقول لي انها اشاعه. لا ما اظنش، انا بسمع ان اللي اسمها سوبر ميرو دي بنت مش سهله وخطفت رجاله، خلي بالك. يا خبر، فانا مش عارفه اتصرف معاها ازاي يا اميره، انا هتجنن. بصي يا ستي، الحل بسيط جدا، جربي تنكدي عليه، تزهقيه في عيشته، تقلبي بوزك 24 ساعه، كرهيه في حياته، خليه كده يبقى مش طايق نفسه. بس هو انا لو عملت كده مش هيسيبني؟ يا ريت، يعني يا ريت يفكر يحاول يعملها وشوف انا هعمل فيه ايه. بس انا مش عايزاه يسيبني يا اميره، يعني بجد هيبقى شكلي وحش قوي. كنزي حشاد ما ينفعش تتساب ابدا. طب خلاص جربي تقلي عليه مثلا. اتقلي عليه ازاي يعني؟
يعني تجربي تبعدي عنه شوية، تقومي توحشيه فيبطل يقابل سوبر ميرو ويرجع يقابلك تاني. أقولك على حاجة، انت ممكن تغيري مكتبك، يعني مش لازم تقعدي قريبة منه. أنا ممكن أجي أقعد قريبة منه والله، يعني هضحي عشان خاطرك. بجد يا أميرة خطة جامدة جدا، ثانك يو بجد، مش عارفة أقولك إيه. العفو يا كنزوزي، على إيه ده، أنت حبيبتي. ايه ليمون، ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه عشان ما سبتكيش قاعده لوحدك وسط الكيبوردات والماوسات كده؟ هو وحشتكيش ولا ايه؟ توحشني ليه؟ توحشني ليه انت اميره؟ كفايه تقول لي بقى، انا مش مصدق ان احنا مخطوبين والله. يا امتى هيجي اليوم بقى اللي نعيش فيه مع بعض؟ ان شاء الله مش هيجي ومش هنعيش مع بعض ان شاء الله. انا فهمتك يا اميره بجد، الحمد لله. فهمت ايه؟ انت بنت ناس قوي ومتربيه قوي لدرجه انك ما بتتكلميش في الحب والتفاهات اللي زي دي. حرام عليك يا اخي، انا زهقت منك. انت ايه، ما بتحسش؟ انت عمال تطاردني في كل حته في الجريده، انت كمان عمال تعطلني عن شغلي. بص يا ليمون، احنا من الاخر كده لازم نسيب بعض. اميره، هو انا عملت ايه لكل ده؟ معرفش. شوف انت بقى راجع نفسك، بس مش هنتعاتب دلوقتي، ما تتكلمش معايا تاني. اميره، هو الجنزير وقع منك ولا ايه يا حبيبتي؟ اولا ما اسميش اميره، اسمي أنسة أميرة. ما تتكلمش معايا، وقول لي يا أستاذة أميرة كمان. ما تتكلمش معايا تاني خالص، احنا خلاص هنقطع علاقتنا مع بعض. يا جماعة، أنا فسخت خطوبتي مع أستاذ ليمون، يا ريت تبلغوا مستر حشاد إن أنا فسخت خطوبتي، ولو في حد تاني قاعد معاه يا ريت برضه تقولوا له. وحشتيني يا وجدة. وحشتني يا ابو انسولي. احلى صباح دي ولا ايه؟ خش يا بنت انت وهي، ما تتكسفاش، ده بيت اخونا الكبير. وحشتونا يا ولاد. افجار. ايه ده؟ انتوا ايه اللي دخلكوا هنا؟ انا مش قايل لكم عايز ابقى لوحدي؟ عايز ابقى لوحدي. استهدى بالله، شوف شوف شفت حاله، الحاله وصلت لمراحل خطيره. بص يا فاجر، الوحده قتاله وانت سنجل، احنا جبنا لك نسوان ومنكر. طب دول المنكر فين النسوان؟ اسمح لي اقدم لك اماني مدافع وهناء زوابع، دول اللي هيمسحوا جنى بتاعتك دي باستيكه، دول اجمل نساء الدنيا. كتك البلا في ذوقك، دول اجمل نساء الدنيا؟ جايب لي شويه زواحف وتقول لي اجمل نساء الدنيا؟ يلا بره. يا فاجر يا فاجر، ما تجرحش مشاعرهم يا جدع. مشاعر ايه يا جدع؟ دول عندهم مشاعر، دول عندهم كبده وصداق. ايه ده بس يا فاجر، يعني دول مش عاجبينك؟ اه مش عاجبيني. ده انا مستنيهم بقالي 3 سنين. ليه ان شاء الله؟ كانوا في الحبس عليهم حكم، خارجين من السجن طاز على هنا. يا سلام، وجايين يقضوا فتره المراقبه دي عندي. يلا بره انت وهي. يلا ايه ده بس يا فاجر، على فكره دول اللي هيروقوا عليك. ده انا ما استعناهمش يروقوا الشقه. يلا بره. طبر بس بالله فاجر، اني مش عايزك تبص على المظهر. ايه؟ ولا عايزك تبص على الجوهر. امال ابص على ايه؟ مش عايزك تبص على حاجه بامان الله، بس عايزك تشتري مني يا فجر. انا كنت بمر بمحنه عاطفيه زي حالتك كده، وهما الاثنين كتر الف خيرهم، هما اللي قفلوني من صنف الحريم تما. فكرك كده يا جلهوم، دول يعني هيحوقوا معايا؟ دول هيجيبهم الاخر، ده دول اللي كرهوني في امي ذات نفسي. يلا يا بنت انت وهي، دلعوا الفاجر. يلا بصيبه 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 بصيبه. لا لا مش قادر مش قادر. لا انا ما بحبش، انا مش عارف اخونها. انا اقتل اسرق لكن اخون جنى لا لا. اطلعوا بره، يلا بره. جرى يا فاجر، انت هترفض النعمه؟ خد التلاجه والبوتاجاز اللي انت جايبهم دول واطلع بره بره. يلا بينا يا جلهوم، ما يفهمش في صنف الحريم حاجه. ايوه ما بفهمش في صنف الحريم حاجه. يلا بره، يلا بره، يلا بنتي بره، انا كلبانه. يلا سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. جنى ايه ده؟ ده كوبرا بتتصل. ايوه يا كوبرا. فاجر تعالى لي بسرعه، انا لقيت الطريقه اللي هنقفش بيها سوبر ميرو. انا سبتك تخطط، رجعت لي حمار مخطط.
دلوقتي كوبرا هي اللي هتحط الخطة. أوامرك يا كوبرا. إيه يا فاجر؟ أنت بتعيط؟ لا، دي دموع الفرح عشان هنقفش سوبر ميرو. Hero, alpha.